برنامج موهبة الإثراء الأكاديمي من أفضل البرامج اللي شاركت فيها، وكان مرة مفيد وممتع، يجمع بين الفائدة والمتعة، ويعني كان في عمل تعاوني وعمل جماعي. بديت مع موهبة من الصف الثالث المتوسط، اختبرت الاختبار مقياس موهبة والحمد لله جبت درجة مرة حلوة وتأهلت لأغلب البرامج. اكتسبت من البرنامج كثير مهارات وطور عندي مهارة التركيز والإبداع والعمل الجماعي، وإن شاء الله ما رح تكون آخر مرة أشارك فيه، وبشارك المرة الجاية بإذن الله بس بوحدة أخرى. طموحي في المستقبل أني أكون مهندسة كيميائية ناجحة. برنامج موهبة ساعدني باكتشاف أن من ميولي أني أحب الكيمياء وكذا، فإن شاء الله بكون بالمستقبل مهندسة كيميائية ناجحة وبساعد وطني وبكون عنصر مؤثر في المجتمع. برنامج موهبة ممتع أكثر من ما تتخيلون، أتمنى أنكم تشتركون فيه وتستفيدون مثل ما استفدت. الله يوفقكم ويوفقنا يا رب. موهبة حيث تنتمي.